عيون موسى هم ست نقط عبارة عن ست مدافع هاوزر 155 ملي. ايه الهاوزر ده؟ هاوزر لا ده كلام بقى هنبقى بيخشهم على طبيب السكة الحديد بيتحركوا يطلع الماسوره زي ما شفت المدفع اللي ورا ده يطلع قدام يضرب ويرجع ما ينفعش فيه ضرب مدفعيه ادانا 1000 رطل ما تاثرش فيه الطيران ما ياثرش فيه يوم 9 اكتوبر قامت قوات الصاعقه باقتحام هذه النقطه واستولت عليها وبعد ما استولت عليها ماتت اسرائيل عشان ترجع لها تاني فامر السادات بتدمير هذه النقطة حتى لا تستخدم مرة أخرى ضد القوات المصرية وضد السويس. الست نقط دول المدفع مداه 27 كيلو متر يعني من هنا للسويس ما يزيدش عن 10 كيلو يضرب أفزع مدينة السويس وكانت هذه النقطة نقطة من نقط الحصينة على خط بارليف اللي هو على امتداد طول قناة السويس اللي هو طوله 190 كيلو متر هذه النقط صوروا معايا نقطة واحد نقطة اثنين نقطة ثلاثة نقطة اربعة نقطة خمسة نقطة ستة ادي الست نقط قدامنا اهو وادي مركز القيادة بتاع النقطة وادي الماسورة اللي هي يعني ايه قطرها 155 يعني قطر الدانة اللي بتطلع من الماسورة 15 سنتي ونص تخيلوا كده هذا الكلام كلمة نقطة حصينة يعني صعب تدميرها احد الزملاء قال لي ما ينفعش غاز ليه وانا هضرب غاز من الشرق من الغرب اللي هنا يجي ازاي طب انا وانا اضرب غاز هنا منين ده القتال على النقطة دي ما كانش هنا ده على الطريق من هنا لهنا وفصائل بتقاتل بعضها من يدا بيد وجها بوجه هذه النقطة عايز اقول تاني للي معرفش انا وليد العزب والاستاذ حجازي عادل حجازي 4-5 مرشدين والاستاذ محمد خليل كنت حمود بصفتي لواء سابق قوات مسلحه ان انا اوريكم هذه النقطه. احنا دخلنا هنا بالعافيه وقلت هدخل الناس بالعافيه وان شاء الله لقينا قائد النقطه صديقنا وفتح لنا كل الاتجاهات زي ما انتم شايفين. هنا بقى اللي ما شافش التلسكوب اللي يودي على الجانب الاخر ممكن يخش يشوفه وينزل على الاوتوبيس. عشان اللي مش هينزل هشرح له تاني وتاني. شكرا. طيب اخت احمد. تسعة اكتوبر من اول قناة السويس من بورسعيد مش من بورسعيد من بعد بورسعيد جنوب لان المدينة الوحيدة في سيناء التي لم تحتل هي بور فؤاد وهي جوه سيناء وعشان كده سمعتم عن معركة رأس العين دي عشان يقتحموا بور فؤاد من بعد بور فؤاد من اول الأمطرة كانت محتلية الأمطرة حتى السويس دخلت